لما الثورة رفعت شعار الشعب يريد إسقاط النظام، كتير من الناس كانوا فاهمين إن هذا الشعار هو، والحقيقة معظم الناس كانوا فاهمين في الوقت ده إن الشعار ده معناه إسقاط مبارك، وإن بعد إسقاط مبارك يكفي إن إحنا نختار مجموعة لها تاريخ سياسي مشرف زي الإخوان المسلمين علشان يقدروا إن هم يغيروا في النظام ده هو. لكن في الحقيقة وعي الناس في الثورة ما هوش حاجة ثابتة، وعي الناس في الثورة بيتطور دايما باستمرار، لان الثورة بتخلق طول الوقت معارك جديدة. الناس النهاردة لما شافت ان اسقاط مبارك مش هو اللي عمل فرق على مستوى حياتهم الاجتماعية، ومش هو اللي عمل فعلا تغيير حقيقي في النظام، وان مازال الفساد موجود، وان حتى البرلمان اللي هم انتخبوه اتحول لمكلمة ويتحول لمسرحية هزلية ما بتعملش اي حاجة ليها علاقة بحياتهم اليومية او بمتطلباتهم الاجتماعية، بدأت الناس تشوف ان مش الاخوان المسلمين هم البديل السياسي الاكبر. دي عملية ما بتحصلش في يوم وليلة، دي عملية بتاخد وقت وبتاخد تطور في الوعي. بس الميزة في الثورة ان تطور الوعي بتاع الناس دون ممكن يحصل في وقت تاني غير الثورة، يحصل في عشرات السنين. المهمة الحقيقية للثورة المصرية اللي جاية والثورة اللي احنا بنناضل عشانها هي النضال ضد الدولة ده، هي اسقاط مؤسسات الدولة دهيا وبناء مؤسسات اكثر اجتماعية ومهيكلة بحيث وديمقراطية وبتعبر عن مصالح أغلبية الناس، مؤسسات منتخبة بشكل مباشر من الناس، قضاة منتخبين بشكل مباشر من أصحاب المصلحة الأساسية من الأغلبية، مؤسسة عسكرية ما بتاخدش معونات وتمويلات من الكيان الاستعماري من الولايات المتحدة الأمريكية، مؤسسة عسكرية بتدافع عن مصالح الأغلبية من الناس، وهي مش عايزة تعيد إنتاج ديكتاتورية عسكرية مرة تانية. علشان نقدر نرجح كفة الخيار الأخير وهو انتصار الثورة وتحقيق أهدافها، لازم ناخد بالنا ان احنا محتاجين نقضي تماما على اي امكانية لعودة النظام القديم. علشان في ناس تقولك هو طب وايه المشكلة لما نبقى مع الفلول في جبهة واحدة ضد الإخوان؟ انت نازل علشان تنجح الثورة، هو نازل عشان يرجع النظام القديم. في فرق كبير جدا ما بيني وما بين ما يسمى الفلول او اتباع شفيق او غيره من الناس ده. هي محتاجين نعمل ايه علشان ننجح في ثورتنا؟ اللي احنا محتاجينه بالاساس اولا ان احنا نعرف ان الثورة مش مجرد معركة مولوتوف ولا خناقة مع الشرطة، او مش ده مش معانا ضد فكرة العنف، بس هي الموضوع انه اللي بينتصر هي الجماهير الشعب مش فصيل. بمعنى ان انا لو في 100,000 شاب جدعان وبيقولوا احنا اللي هنخلص، عمرهم ما ينجحوا حتى لو مستعدين كلهم ان هم يموتوا من اجل نصرة الثورة. ده مش هيحصل. الثورة ما بتنجحش غير لما ملايين الناس تنزل في الشارع عشان تنجحها، زي 28 يناير وزي المليونيات اللي حصلت بعدها. ده اللي ماشي مبارك، بس اللي حصل خلال ال 18 يوم بجانب المليونيات حاجة كانت مهمة جدا، وهي الاضرابات العمالية. فاحنا لازم نبص للحاجتين دول، اولا ازاي انه يتعمل جبهة ثورية تضم كل الفئات الشبابية الثورية في جبهة تحارب على جبهتين او تحارب على موقعين، تحارب الفلول وكل الطرح بتاعهم بتاع عودة النظام القديم، وتحارب السلطة اللي بتحكم دلوقتي المتمثلة في جماعة الإخوان المسلمين، علشان تقدر تنصر الثورة. من قبل ازاي نقدر نربط ما بين مطالب الميدان وما بين مطالب باقي الناس؟ ده أهمية التنظيم، انه انت بتبني تنظيم بيحاول يجمع الناس اللي بتتحرك في كل حتة ويوصل لخطة ويقدر يعممها. بمعنى انه في اللحظة دي مثلا احنا شايفين عشان المطلب ده يتحقق بتاع اسقاط العلن الدستوري محتاجين يبقى فيه اضراب عام في مصر. اضراب عام ده مش هيحصل لو هو شايف الاعلان الدستوري ما بيعبرش عنه، لكن لو شايف انه نضاله ضد الاعلان الدستوري بيعني انه هيبقى فيه قانون للحريات النقابيه، بيعني انه يبقى فيه عندهم القدره انهم يتحركوا عشان يحققوا حد ادنى الوجود، وعشان يبقى فيه حوافز بتزيد، وعشان يقدر يتحرك جوه مصنعه ويطالب بمطالبه. لو هو شايف انه اسقاط الاعلان الدستوري بيعني ده هيتحرك معانا. لو الطلبه في الجامعه شايفين انه اسقاط الاعلان الدستوري بيعني بالنسبه لهم تخفيض المصاريف وان يبقى في اتحاد حر وفي لائحه طلابيه بتعبر عنهم، هيتحرك معانا ضد الاعلان الدستوري. وهكذا الناس في الاحياء،
لو شايفين في ترابط، لو احنا شلنا الفجوه اللي دايما بيخلقها النظام او للاسف الليبراليين واشباههم، بيحاول يعمل فجوه ما بين مطالب سياسيه وما بين مطالب اقتصاديه. بالنسبه لنا كاشتراكين ثوريين الاثنين جزء واحد، موقفنا من امريكا، موقفنا من الصهيونيه، مرتبط بموقفنا من الاستبداد بتاع مرسي، مرتبط بموقفنا من العداله الاجتماعيه ومن خرطوم من صندوق النقد الدولي ومن الحد الادنى للغول. احنا شايفين ان السلطه عشان تقدر تثبت دعائمها لازم تتحالف مع امريكا، ولازم تستخدم الجيش والشرطه عشان تقمع الناس، ولازم تجيب قرض من صندوق النقد الدولي وتطبق الليبراليه الجديده، يعني التقشف، يعني سحب الدعم وتشريد العمال وتخفيض الاجور ورفع الاسعار ورفع اسعار البنزين. الحكومه عشان تثبت دعائمها لازم تعمل الثلاث حاجات دول، عشان نقدر نقاومها لازم احنا كمان نبقى رابطين ما بين الثلاث حاجات دول. فبالنسبه لنا مواجهه اسرائيل مرتبطه بنضال عشان العداله الاجتماعيه، مرتبط بمواجهه الاستبداد واسقاط الاعلان الدستوري، وان احنا نجيب جمعيه تاسيسيه منتخبه تقدر تعمل دستور بيعبر عن كل المصريين. عشان كده احنا بنحاول دلوقتي ان يبقى لينا لجان جوه الجامعات، لجان اسمها الاشتراكيين الثوريين بس ممكن مستقبلا اسمها يتغير، ممكن تتمدد وتتوسع، يبقى فيها نعمل جبهه مع القوى الثانيه انه تنقل نبض الميدان للجامعه. جوه المصانع بتاعتنا عاملين حاجه اسمها مكتب العمال، مكتب العمال ده بيحاول يربط ما بين نضال الميدان السياسي وما بين نضال المصانع. عندنا حاجه اسمها حمله في الاحياء الشعبيه اسمها عايزين نعيش، وتربط ما بين المطالب السياسيه وحقنا في الدستور اللي بيعبر عننا وما بين المطالب الاجتماعيه. احنا محتاجين ندعم التوجه ده، ندعم فكره اللجان الموجوده في الشوارع، موجوده في المصانع، موجوده في الجامعات. ده اللي هيقدر يخلي الثوره المصريه يبقى لها ظهير شعبي وظهير اجتماعي وظهير عمالي يدافع عنها ويقدمها خطوه لقدام.